الطائفة التيجانية وعقيدتها في القرآن الكريم. يعتقد كثير من التيجانيين بأن صلاة الفاتح لما أغلق أفضل من القرآن الكريم، ونص هذه الصلاة هو: صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. جاء في جواهر المعاني: ثم أمرني بالرجوع صلى الله عليه وسلم إلى صلاة الفاتح لما أغلق، فلما أمرني بالرجوع إليها سألته صلى الله عليه وسلم عن فضلها، فأخبرني أولا بأن المرة الواحدة منها تعدل من القرآن 6 مرات، ثم أخبرني ثانيا أن المرة الواحدة منها تعدل من كل تسبيح وقع في الكون، ومن كل ذكر، ومن كل دعاء كبير وصغير، ومن القرآن 6000 مرة، لأنه من الأذكار. ثم هم يعتقدون أيضا أنها من كلام الله سبحانه وتعالى، وفي ذلك يقول مؤلف الرماح أن من شروطها أن يعتقد أنها من كلام الله تعالى. عقيدة أهل السنة والجماعة وحكم من اعتقد أن صلاة الفاتح لما أغلق أفضل من كلام الله تعالى أو أنها أفضل من القرآن الكريم. يعتقد أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله نزل به جبريل عليه السلام على محمد صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين المتعبد بتلاوته، منه بدأ وإليه يعود، ليس بمخلوق ولا يشبه كلام المخلوقين. وفضل القرآن على غيره من سائر الكلام كفضل الله على خلقه. وقد زعم التيجاني أن صلاة الفاتح لما أغلق أفضل من القرآن 6000 مرة، ومن زعم أن شيئا من كلام البشر أفضل من القرآن فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بإجماع علماء المسلمين. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الرب تبارك وتعالى: من شغله القرآن عن ذكري ومسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. إن تفضيل التيجاني صلاة الفاتح لما أغلق على القرآن استهزاء واستهتار بكتاب الله تعالى، لأن التفضيل في غير مقام الاستهزاء والتهكم لا بد فيه من مشاركة المفضول للفاضل في أصل الفضل. إن في قول التيجاني هذا صدا عن كتاب الله تعالى، وصرفا للناس عن قراءته وتدبر معانيه، وداعيا إلى هجره. فإذا كانت صلاة الفاتح لما أغلق وهي لا تتجاوز 3 أسطر تعدل 6000 ختمة من القرآن، فإن من يعتقد ذلك سينصرف عن قراءة القرآن إلى هذه الصلاة التي لا تتطلب منه وقتا ولا جهدا. ثم إن في صرفهم عن قراءة القرآن صرفا لهم عن طريق الإسلام الصحيح، حتى يصبح المسلمون أسرى لخرافات الصوفية وعقائدها. يقول التلمساني وهو من أئمة الصوفية: القرآن كله شرك، وإنما التوحيد في كلامنا. وإذا كانت هذه الصلاة من كلام الله فكيف يصح للتيجاني أن يزيد فيها لفظ سيدنا، ويزعم أن الله يقول: اللهم صل على سيدنا محمد. ومن العجب أن يتصور التيجاني هذا القول وأن ينطق به لسانه، مع معرفته أنه كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال جمهور العلماء: من اعتقد حل الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. ومما يدل على بطلان ما زعموه هو تناقضهم، فتارة يقولون أن صلاة الفاتح من كلام الله سبحانه وتعالى نزلت بقلم القدرة، وتارة يقولون أنها أفضل من كلام الله سبحانه وتعالى، وتارة يقولون أنها من كلام الله سبحانه وتعالى كالأحاديث القدسية. الطائفة التيجانية وغلوها في حق النبي صلى الله عليه وسلم وفي التيجاني واعتقاد أنهم أرباب من دون الله تعالى. إن عقيدة الغلو في حق النبي صلى الله عليه وسلم والمشايخ موجودة لدى كثير من المبتدعة.